ودي الأميرة الإفريقية الـ10، ورقم 10 كان مميز وكان بيلبسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حاليا وهداف النادي الأهلي في الثمانينات وبداية التسعينات، يمكن لحد آخر الثمانينات، ومن الناس اللي حببونا في الكرة هو والجيل الذهبي للنادي الأهلي في الوقت دوت السبعينات والثمانينات. كابتن بلال ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك كابتن أيمن، مبروك للنادي الأهلي طبعا، ومبروك لمجلس إدارة وجمهوره، مبروك لكل من ينتمي للنادي الأهلي. احنا عايزين بقى نجيب تسجيل ونحط صوتنا بعد كده، عشان كده مش هينفع كل مره صحيح. الحمد لله نفس المباركه، وربنا يديمها علينا نعمه حب النادي الاهلي وانتمائنا للنادي الاهلي. الاهلي مصدر السعاده، ودي الحقيقه اللي ما فيش حد يقدر ينكرها ابدا. هو مصدر السعاده الحقيقيه لما يكون الامور مش مظبوطه، ولو كنت عايز تفرح لازم تشجع النادي الاهلي عشان تفرح. زي ما قال كابتن علاء، من ينتمي للنادي الاهلي هيفضل طول عمره سعيد. عايز بس اقول رساله كده، يعني بمناسبه النادي الاهلي، رساله لحد كمان، الناس اللي بتبقى مبسوطه لما النادي الاهلي بيتغلب، ايوه تمام، دي للاسف اتكتب عليها تبقى حزينه على طول. ايوه، لان النادي الاهلي دايما هيكسب. صحيح، فيعني هيفضلوا للاسف هيفضلوا، يعني يا اما يغيروا انتمائهم للنادي الاهلي، يا اما يفضلوا طول عمرهم يعني في حزن. مش عارف حد برضه من الصغيرين قال لك مش عارف انا هشجع مش عارف مين، بقول لك هبقى سعيد لما النادي الاهلي لما النادي يتغلب. هتفضل طول عمرك حزين للاسف، لان قدر النادي الاهلي مش سعيد ابدا انه بيكسب على طول. الحمد لله رب العالمين. مبروك طبعا للنادي الاهلي. الاجواء جميله، الاجواء الاحتفاليه جميله جدا 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 جدا، يعني حاجه فوق الروعه. يعني لما انت تبقى قاعد كده زي ما قال كابتن علاء، وزي ما قال عادل، وزي ما قال اسامه، وزي ما قلت كابتن ايمن، قاعد وعندك ثقه في فرقتك، عارف ان انت هتحقق البطوله. الصبح كلنا كنا كاتبين كل واحد على البيج بتاعته العشره النهارده، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اتمها علينا بخير. مبروك للنادي الاهلي مجلس ادارته، مبروك لكابتن خطيب، مبروك لكل اللعيبه، مبروك للنادي الاهلي اجمع يعني. والفرحه اكيد رائعه، وان شاء الله تدوم الفرحه باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله.